تقص ولا اروح؟ لا بقص حركاتك ترسل لك تحت ميب علي. لا يا شيخ شايفني بزر مثلك؟ عيال كنا حر من زمان قلنا لك المكيف خربان ما صلحتوه. قايل لسه بكذا يجيب عامل يصلحه. والله جبت عامل يصلح الكمبرسر بس شكله خرب مره ثانيه مو دخلني. لا يا شيخ تروح للعامل تقول له صلح الكمبرسر. طيب يمكن في نقص فريون. ما دام انت فاهم في المكيفات روح انت جيب عامل. يبي يقلبها علي يا عيال مو بعاقل شرشبيل. انا اكره السناب. يا ابويا قنوات الاكشن والمسدسات فين؟ انا بيدي حاطه في المفضله. شكله انت كفته حذفتها يا نخبه. اكيد كفته. اصلا اي غلط يصير بالاستراحه نسبه 90% كفته والسبب. واحلى شيء كذا وجهه قوي يسوي بريء. يعني كل حاجه على راس كفته. والله ما قعد دقيقه واحده. لا 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 اصبروا كفاتي. لا حد يزعلوا يا عيال ترى يحبه. لا لا تروح خليك معانا. اذا انت رحت انطقطق على مين؟ والله ما عاد اجي استراحتكم مره ثانيه. فاهم انت وياه؟ لا يا شيخ مسوي حساس انت وجهك. يا عيال ممكن اشبين عليه شوي. بكره محضر عندنا. كفته. الله الله احلام ورديه. يا سلام يا سلام يا سلام. اقول لك قم 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 يا ما. تبغى شيء مني يا ابويا؟ يا كفته ولدي ايش بك زعلان؟ ما تكدر خاطرك. ابويا انا مخنوق وضايق صدري. اعز اصدقائي يطقطقون علي. اسحب عليهم. اللي يحترمك احترمه. بس انا احبهم. ما في ذا الكلام. على قولة المثل عز نفسك تجدها. اللي يحبك ويغليك بياجي حتى عندك. فهمت يا ابويا. خلاص. ما عاد اروح لهم. ما قلت لكم مصير يجي الاستراحة. ايوه البس ما يحب الا خناقه. ايش قصدك؟ يعني انا بس؟ ايه انت بس. وشك وش الفار؟ شوف شكش طقطقنا عليه ولا زعل. اذا هو يرضى انا مرضى. خلاص يا تراكم زي وتوه ما عليك منهم انت. كم يا باي خلينا نلعب بلاستيك. لا 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 انا ماشي مروح البيت والمثل يقول عز نفسك تجدها. تعال والله ما تروح يا باي. تعال ايش دعوه؟ انا ما راح اقعد معاكم في الساحه وانت تطقطق علي. لا يا شيخ مصيرك راجع. ريحه جايه ريحه جايه ريحه جايه. شفيك انت عجبكم الطقطقه والهسه اللي سويتوها؟ يلا يا عيال شيلوا شيلوه انا بودي المستشفى. يلا 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 بسرعه. هو يقرب لك؟ لا ما يقرب لي. ليش شايف في شبه بيني وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص. بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفته لازم احكي لاقرب واحد لي. انا عامر اعز اخويا وهو يعزني وانا اعزه. بس كده كفايه خالص. شوف يا استاذ عامر الموضوع ان كفته عندي دايما في العياده. كل تاريخه المرضي عندي فحوصاته واشعاعاته وتحاليله كل حاجه. واحب اقول لك بخبرتي والمامي بالموضوع كفته مش هيطول. 10 ايام بكتير وكفته هيودع. يودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفته وعاوز تسعده اخر 10 ايام ابسطه اسعده فرفشه عيشه في سعاده وسرور وكوبايات في ثواني بتدور. حقق له احلامه يا عامر. معقوله؟ معقوله كفته راح يروح مننا بدي سهوله؟ المهم يا عيال ما يموت كفته وزعلان على احد فينا. انت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفته يحللنا ويبيحنا ويعيش اخر ايامه بسعاده. كفته لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا اله الا الله. لا اله الا الله. كيك مكنكا كيك مكنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك. بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفته سامحني. تكفى والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي ترى طقني. اسف ما اقدر اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر عامر بسم الله الرحمن الرحيم.
كفتة؟ وينك من أمس أدق على جوالك مقفل؟ أنت صاحي؟ مو جابك عند بيتنا؟ أبد، جيت أطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفتة.